برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، نظمت الهيئة جلسة خاصة للإعلان عن انطلاق برنامج التوأم العالمية للتميز في الحكومة الرقمية، برنامج البحرين النموذجي بالشراكة مع الأمم المتحدة. وخلال الجلسة تم استعراض تجارب مملكة البحرين الناجحة في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، والتي ساهمت في تحقيق المملكة للمرتبة 18 عالميا بتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024، لتكون بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن برنامج التوأم يؤكد التزام المملكة بدفع عجلة التحول الرقمي العالمي من خلال تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مبينا مساهمة البرنامج في قيادة الابتكار وتحسين عمليات الحوكمة وتعزيز الوصول الشامل للخدمات الحكومية في مختلف أنحاء العالم.